أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى وقفة إخبارية جديدة من النيل مباشر، نستعرض فيها مع حضراتكم أهم وأبرز الأحداث الجارية والملفات الإقليمية التي تتصدر أجندة اهتماماتكم. في وقفتنا الأولى نتابع: في إطار تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، روسيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى مناطق حدودية بين سوريا وتركيا لمساعدة القوات الكردية في عمليات الانسحاب بعمق 30 كيلومترا على الحدود التركية السورية. وفي الوقت نفسه أعلن البنتاغون خططا لإرسال قوات إلى سوريا لتأمين حقول النفط هناك. نناقش مع حضراتكم في الملف الثاني: الاتحاد الأوروبي يرجئ إصدار قرار بشأن تأجيل بريكزيت للأسبوع المقبل، ورئيس وزراء بريطانيا يعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر القادم. أهلا بحضراتكم من جديد إلى وقفتنا الحوارية الأولى من مباشر النيل، نتناول فيها مع حضراتكم العدوان التركي على سوريا. قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم إن تركيا ترسل قسرا لاجئين سوريين إلى منطقة سورية بالقرب من الحدود، حيث تهدف إلى إقامة منطقة آمنة رغم أن الصراع هناك لم ينتهي بعد. تستضيف تركيا مشاهدينا حوالي 3,600,000 لاجئ فروا من الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ 8 سنوات، ولكن مع تنامي الاستياء العام تجاههم بمرور الوقت تأمل أنقرة في إعادة توطين ما يصل إلى 2 مليون شخص في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمال شرق سوريا. وتقول أنقرة في هذا المجال إن أكثر من 300,000 و500,000 لاجئ سوري عادوا بالفعل طوعا إلى بلادهم. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم وصول نحو 300 من الشرطة العسكرية الروسية معززين بآليات مدرعة إلى سوريا للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من الحدود مع تركيا. أفادت وزارة الدفاع في بيان أوردته أن نحو 300 من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة في الشيشان وصلوا بالفعل إلى سوريا لأداء مهام خاصة هناك. تعزيزات عسكرية قوامها نحو 300 من الشرطة العسكرية الروسية وصلت شمال سوريا قادمة من الشيشان ومعززة بآليات مدرعة للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من المنطقة الحدودية مع تركيا. هذه القوات ستشارك في القيام بدوريات في مناطق محددة، وكذلك المساعدة في انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وذلك وفقا للاتفاق الروسي التركي بشأن ما تسميه أنقرة بالمنطقة الآمنة. وبموجب هذا الاتفاق بدأت الوحدات العسكرية الروسية بتسيير دوريات على طول الحدود السورية التركية تشمل منطقة مدينة عين العرب. وبالتزامن مع تنامي النفوذ الروسي في سوريا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في تطور مفاجئ، أعلنت عن خطط لإرسال فرق قتالية وعشرات الدبابات إلى سوريا من أجل الحفاظ على حقول النفط هناك، حيث تسعى الولايات المتحدة لنشر نصف كتيبة قتالية تضم أكثر من 30 دبابة من طراز إبرامز إلى جانب مئات الجنود إلى شرق سوريا. مسؤول أمريكي في البنتاغون أوضح أنه توجد حقول نفط مربحة تحت سيطرة القوات الكردية المشاركة في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي بدعم من الولايات المتحدة، لافتا إلى أن تلك القوات الكردية ستواصل مشاركتها في تأمين هذه الحقول. علاقاتنا مع أمريكا آخر يعني صار مقابلة تلفونية هاتفية مع الرئيس ترامب، هو أكد لي بأنهم سيكون هنا إلى مدى طويل، وسيكون شاركتهم مع قوات سوريا الديمقراطية إلى المدى الطويلة والفترة الطويلة. واليوم نحن نناقش الجهات العسكرية الأمريكية حول كيفية موضوعهم الجديد في المناطق معينة من شمال شرق سوريا.
يأتي هذا بينما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بتسليم أنقرة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي وصفه بأنه إرهابي، في حين طلب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمنح مظلوم عبدي تأشيرة دخول للولايات المتحدة لمناقشته بشأن الأوضاع في سوريا. مزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من دمشق السيد غسان يوسف المحلل السياسي، ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور مختار الغباشي مدير المركز العربي للدراسات السياسية. أبدأ مع السيد غسان يوسف من دمشق. بداية سيد غسان، كيف تقرأ ما ورد بتقرير منظمة العفو الدولية اليوم بإجبار تركيا بترحيل السوريين قصرا إلى المناطق الحدودية؟ تحياتي لك أخي محمد وللسادة المشاهدين. يعني تعرف بأن تركيا هي تتاجر أصلا باللاجئين السوريين، ويعني دائما تقول بأنها يعني بأن هناك حوالي 3.6 مليون من اللاجئين السوريين في تركيا، وهي دائما تطلب الأموال ومن ثم تقوم بترحيلهم القسري، يعني من مدينة إلى مدينة ومن مكان إلى مكان، تهدف بترحيلهم أيضا إلى أوروبا. واليوم سمعنا بأنهم رحلوا إلى مناطق يعني لم تكن جاهزة حتى للسكن. يعني هم تريد تركيا أن يكون هناك صراع عرقي ما بين العرب والأكراد وإلى ما هنالك، يعني هي تريد أن تسكنهم في قرى كردية كما فعلت في أفرين. ولذلك الوضع يعني خطير وصعب، وللأسف يعني أن تركيا تتصرف وكأن يعني ليس هناك قانون دولي ولا مجتمع دولي. يعني استطاعت أن تلعب على التناقضات الأمريكية الروسية، وشاهدنا يعني أن يعني الولايات المتحدة انسحبت عندما دخلت تركيا، وروسيا وافقت على هذه المنطقة الآمنة، ولذلك الوضع خطير يعني، ويهدد بتغيير ديموغرافي. وأعتقد بأن اللاجئ السوري إذا كان يريد العودة فهو يريد العودة إلى بيته ومدينته وقريته، لا يريد العودة ليسكن في بيت يعني مواطن آخر هجر من هذا البيت تحت وفي منطقة حرب ومنطقة صراع. يعني حتى الآن الصراع لم ينتهي بعد في هذه المناطق تمام. الحدودية، فأنت ترمي بهم إلى التهلكة كما يقال يعني. تماما، يعني هذا الذي يحدث للأسف يعني، وحتى أنه يجري عمليات إبادة وتطهير عرقي وتنكيل بالجثث وقتل وذبح، يعني تقوم بها مرتزقة أردوغان أو ما كان يسمى الجيش الحر، أصبح اليوم مرتزقة يسير أمام الجيش التركي وينفذ هذه الأوامر ويقوم بقتل الناس يعني على الهوية، سواء كان يعني مسيحيا أو كرديا أو أي شيء آخر. ولذلك أنا أعتقد بأن يعني تركيا يجب وضع حد لها، ويعني منظمة العفو الدولية لم تكن واضحة تماما ولم يعني تصوب الأمور كما يجب. لاحظنا يعني هناك نوع من المراوغة والمراعاة لتركيا، وهذا يعني يجب ألا يحدث. يعني المعطيات على الأرض تفوق ما تم ذكره في تقرير منظمة العفو الدولية يعني اليوم. من الأخوة المتواجدين في المناطق والناشطين وحتى زملائنا الصحفيين. طب أدعوك للبقاء معنا سيد غسان، أتحول إلى ضيفي من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، بعد التحية، يعني المتأمل في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم عن إرسال اللاجئين السوريين قصرا إلى المناطق الحدودية يجد إشارة خطيرة جدا أن هناك إجبار من قبل الشرطة التركية للاجئين السوريين لتوقيع وثائق، هذه الوثائق تفيد بأنهم يعني سوف يذهبون إلى هذه المناطق بمحض إرادتهم، كأنه نوع من الإجبار والتهديد. كيف تقرأ هذه الإشارة التي تشير إلى عدم التعامل الإنساني مع هؤلاء اللاجئين؟ يعني هي إشارة ليست غريبة أو مستغربة. تركيا الحديث المعلن منها أن هذه المنطقة الآمنة لتسكين 3 مليون كردي تتحدث عنهم موجودين في داخل تركيا، ده الحديث المعلن. فهو هذا الأمر هي تركيا ترغب فيه لأنه تريد أن تحقق الجزء الثاني اللي تراه يعني مهم جدا بالنسبة لها، وهو فصل ما بين الأكراد داخل الساحة السورية وما بين الأكراد داخل الساحة التركية. فضربت عصفورين بحجر، استطاعت أن تتخلص من
من الجزء الأكبر من النازحين أو اللاجئين الموجودين داخل الساحة التركية، واستطاعت بالمقابل أو بالجزء الثاني إن هي تضع منطقة عازلة ما بين الأكراد داخل الساحة السورية وما بين الأكراد داخل الساحة التركية، وتحول الصراع الآن إلى آليات التحكم في حقول الغاز والنفط، ودي الفضيحة الكبرى. يعني النهاردة ما أصبحش الحديث هو حديث المترتب على حقوق لاجئين أو نازحين هيتم ترحيلهم أو مش هيتم ترحيلهم، الحديث الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدكم في شرق الفرات لتأمين مسألة الاستيلاء على حقول النفط والغاز. في هذه النقطة تحديدا دكتور مختار، يعني إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتعزيز وجودها العسكري لحماية حقول النفط بالطبع حتى لا تسقط في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية داعش، كيف تقرأ هذا الدخول الأمريكي بعد إعلان الانسحاب وترك الوحدات الحماية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية وحدها في الميدان؟ كيف تقرأ عودة الولايات المتحدة الأمريكية للمشهد من جديد بهذه الصورة لحماية المصالح الخاصة بها وحقول النفط؟ يعني وهل الولايات المتحدة الأمريكية وصية على حقول النفط؟ وهل هي تسيطر على حقول النفط بغرض سقوطها فعلا بيد تنظيم الدولة؟ طب ما هي تتحدث أن حقول النفط لابد أن تكون بيد الأكراد تحديدا أو بيد قوات سوريا الديمقراطية اللي كانت بتسيطر تقريبا على 90% من حقول النفط و 45% من إنتاج سوريا من الغاز، خصوصا في دير الزور والحسكة، حقل العمر وحقل التانك وحقل الجفرة وجميع الحقول الموجودة في مدينة الحسكة كلها بيد قوات سوريا الديمقراطية. هل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسكت على وجود هذه الحقول بيد الأكراد أم سوف يكون بيد من؟ هو ده السؤال المحرج. صحيح. أو ده السؤال الصعب من وجهة نظر. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مختار غباشي نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، وأتحول مرة أخرى إلى ضيفي من دمشق الأستاذ غسان يوسف المحلل السياسي. أستاذ غسان، الاتفاق التركي الروسي، يعني هناك تعزيزات عسكرية روسية تحديدا وحدات الشرطة العسكرية الروسية، تمشيط ودوريات تسير هناك بالتعاون مع تركيا حتى إخلاء المنطقة الآمنة في مدة زمنية تصل إلى 150 ساعة من القوات وحدات الحماية الكردية هناك، وأيضا يعني تعزيز التواجد الروسي في هذه المنطقة. كيف تقرأ هذا الاتفاق الروسي التركي في هذه المنطقة العازلة الآمنة التي تمتد بحدود 30 كيلومترا، وإلى أي مدى يمكن أن ينجح الطرفان في تحقيق هذه المسألة؟ أخي محمد، قبل أن أجيبك على هذا السؤال يعني يجب أن نتوقف عن شيء مهم جدا، وهو أن الولايات المتحدة التي كانت تقول بأنها تدعم يعني ثورة في سوريا وتدعم ما يسمى جيش حر وجيش وطني وإلى ما هنالك، وقامت بتسليح هذه المجموعات الإرهابية التي أصبحت اليوم مرتزقة بيدها وبيد تركيا، يعني تصور يعني أنها اليوم حددت هدفها الذي كانت تأتي إليه، وهو أن تستغل النفط وتصرف النفط السوري ولو كلفها ذلك، يعني أن تأتي بجيوش وبدبابات أبرامز وغير ذلك، وهذا هو الهدف الحقيقي. لاحظ أنها انسحبت من كل المناطق التي لا يوجد فيها نفط، وهي اليوم تقول بأنها ستأتي يعني بمرتزقة ما يسمى سوريا الديمقراطية ليكونوا يعني يحموا لها هذا النفط. أنا أقول لك يعني وأتذكر هذا الكلام، يعني أن هذا المشروع فاشل وأنها لن تستطيع أن تقوم بهذا العمل، وأن يعني كل آبار النفط ستعود إلى الدولة السورية، وهذا ما قالته أيضا يعني الأصدقاء الروس، ما قاله الأصدقاء الروس من أن آبار النفط يجب أن تعود إلى سوريا، وأن يعني ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية أصبحت بحكم المنحلة لأنها أصبحت مرفوضة شعبيا وحتى مرفوضة من ضمن الحاضنة. تمام. التي كانت أخيرا عفوا المقاطعة، أخيرا أستاذ غسان يعني لضيق الوقت، يعني هناك وجود أمريكي ووجود تركي ووجود روسي في هذه المنطقة، كيف يمكن الخروج من هذا المأزق وأيضا تعزيز الحضور السوري، حضور الدولة السورية في أقل من دقيقة لو سمحت؟ لا، بشكل عام يعني أصبحت الدولة السورية تسيطر على المناطق أكثر، يعني سيكون هناك في النهاية إذا لم تخرج قوى الاحتلال سيكون هناك مقاومة شعبية من أبناء الوطن، يعني وتعرف أن يعني هناك نوع من الالتفاف حول الدولة السورية والحكومة السورية والجيش السوري، وهذا يعني هو الأمل الوحيد
في النهاية يعني المحتل سيخرج وابن البلد سيبقى متمسك بأرضه يدافع عن وطنه. ويعني أنا أعتقد بأن كل هذه أمور طارئة سواء الاحتلال الأمريكي أو الاحتلال التركي. نأمل جميعا أن يتحقق ذلك وأن يتحقق الحضور السوري والحضور العربي على كافة الأراضي السورية وتعود سوريا كعهدها دائما. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ غسان يوسف المحلل السياسي من دمشق، والشكر موصول أيضا لضيفي من القاهرة دكتور مختار الغباشي نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والوقفة الحوارية الثانية مع حضراتكم في النيل مباشر. نتناول في هذه الوقفة إرجاء الاتحاد الأوروبي إصدار قرار نهائي بشأن تأجيل خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية بريكزيت إلى الأسبوع المقبل. وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على الحاجة إلى تمديد موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، إلا أنهم أرجأوا إصدار القرار النهائي للأسبوع المقبل. كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة لكسر جمود الحياة السياسية في البلاد منذ أكثر من 3 أعوام. وقبل أسبوع واحد فقط من موعد انفصال بريطانيا عن التكتل، أقر جونسون بأنه لن يتمكن من الوفاء بالموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر الجاري، ودعا إلى انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل لإنهاء ما وصفه بكابوس بريكزيت. يشرفنا حديث عن هذا الموضوع بعد متابعة هذا التقرير، نتابع مع حضراتكم بالتفصيل والتحليل أزمة خروج بريطانيا من البريكزيت أو من الاتحاد الأوروبي. أسبوع واحد فقط كان يفصل بريطانيا عن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكزيت في 31 أكتوبر الحالي، حيث دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية، ما يشير إلى إقراره بعدم تمكنه من الوفاء بالموعد النهائي لمغادرة التكتل. وقال جونسون في رسالة لزعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن إنه سيمنح البرلمان مزيدا من الوقت لإقرار اتفاقية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن في المقابل ينبغي على المشرعين أن يدعموا إجراء انتخابات في 12 ديسمبر القادم. لكن جونسون أعلن اعتزامه المضي قدما في خططه للخروج من الاتحاد وتنفيذ الأجندة المحلية المقترحة للحكومة إذا فشل نواب البرلمان البريطاني في دعم الانتخابات. يأتي ذلك في الوقت الذي أرجأ فيه الاتحاد الأوروبي إصدار قرار نهائي بشأن تأجيل خروج بريطانيا من التكتل إلى الأسبوع المقبل. وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا من حيث المبدأ على إرجاء موعد البريكزيت خلال اجتماعهم الجمعة في بروكسل، لكنهم لم يحددوا موعدا جديدا، كما أشارت مصادر مسؤولة بالاتحاد إلى أنه من المتوقع أن يجتمع سفراء دول الأعضاء بالاتحاد يومي الاثنين والثلاثاء لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق. ما يمكنني قوله هو أن دول الاتحاد الأوروبي 27 قد وافقوا على مبدأ تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد، وسوف يستمر النقاش والعمل بهذا الشأن خلال الأيام القادمة، وتتجه النية إلى اتخاذ قرار عبر إجراء كتابي. ويرى رئيس الوزراء البريطاني أن خروج بلاده من الاتحاد دون اتفاق ما زال أمرا مطروحا، خاصة مع وجود برلمان يتهمه بأخذ البلاد رهينة في ظل استمراره في وضع العقبات، مؤكدا رفضه إطالة أمد حالة الشلل التي تعاني منها بريطانيا والتي سيكون لها تداعيات خطيرة على الأعمال والوظائف والثقة الأساسية في المؤسسات الديمقراطية. لمتابعة آخر التطورات فيما يصفه بوريس جونسون بكابوس بريكزيت ينضم إلينا عبر سكايب من لندن السيد خالد مصطفى المحلل السياسي. سيد خالد، بعد التحية أبدأ معك بالتطور الأخير أو الخبر الأخير في كابوس بريكزيت كما يحلو لبوريس جونسون أن يصفه. التطور الأخير أن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أصدر قرارا نهائيا بتأجيل خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية بريكزيت إلى الأسبوع المقبل، كيف ترى هذا القرار الأخير للاتحاد الأوروبي اليوم؟ مساء الخير على حضرتك. القرار الأخير للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين هو قرارا مجبرا عليه الاتحاد، لأن الاتحاد لم يوافق موافقة نهائية في اجتماع سفراء الدول
مكتملين بالأمس واليوم على تحديد موعد نهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى تعطى الفرصة الكاملة لبوريس جونسون بناء على توجيهات فرنسا وألمانيا اللتان أكد الاتحاد الأوروبي يجب أن يعطى بوريس جونسون الفرصة الكاملة، لأن لازال جونسون يوم الاثنين القادم فرصة لتمرير مشروع القانون للبرلمان لكي يصوت عليها البرلمان. منذ أول أمس هناك اجتماعات متكررة ما بين اللجان المختلفة في حزب العمال وحزب المحافظين. بعد الاجتماع الذي استمر كساعات ما بين جونسون وجيرمي كوربن ولم يسر عن أي نتائج ملموسة، لكن هناك اجتماعات دورية ما بين لجان مختصة ولجان متخصصة في الحزبين سواء الحزب المحافظين أو الحزب العمال لتحديد سقف زمني أو الموافقة على الجدول الزمني الذي رفضه البرلمان كنص مشروع ثاني يوم الثلاثاء الماضي. فالفرصة ما زالت أمام جونسون أن يخرج ببريطانيا قبل 31 من الشهر الجاري، ولكن إذا اختلف حزب العمال مع حزب المحافظين واختلف جميع المعارضين سوف يكون هناك تمديد، ولكن تمديد ليس طويلا. لماذا ليس طويلا؟ لأن الاتحاد الأوروبي عنده مشكلة أساسية ومهمة اليوم. الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة لم يناقش الميزانية المالية. صحيح. والميزانية المالية تدعمها بريطانيا بما لا يقل عن 17.5%، وبريطانيا في طريقها للخروج فلن تدفع ولا ثلث واحد في الميزانية الجديدة. الموضوع كله تشابك سياسي على جميع المستويات. البريطانيين يرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبح توجها عاما، وأن المضي لأي تمديد ما هو إلا مضيعة للوقت. طب أستاذ خالد، لو تسمح لي أستاذ خالد، يعني إذا عدنا إلى هذه الخطوة الاستباقية التي اتخذها بوريس جونسون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل، وهذا يستلزم أو يتطلب يعني موافقة ثلثي البرلمان البريطاني، كيف تقرأ هذه الخطوة وكيف تفاعلت معها الأحزاب داخل البرلمان وأيضا رجل الشارع في لندن؟ دعنا نتفق أن هذا البرلمان هو أكبر برلمان معوق في تاريخ بريطانيا. هو البرلمان الذي تحدث الديمقراطية البريطانية. البريطانيون هم من قالوا عام 2016 نعم ب 52%، لم يقول نعم على الخروج من الاتحاد الأوروبي شعب غير الشعب البريطاني، إن الشعب البريطاني هو الذي قال نعم للخروج من الاتحاد الأوروبي. البرلمان البريطاني رفض الخطة المعدلة التي عدلها جونسون حاليا 3 مرات من تريزا ماي، وتسبب في إعفاء تريزا ماي أو إبعادها عن منصبها. جونسون قال منذ أن جاء لن أترك مجالا للحديث في نقطة الباك ستوب أو مشكلة الحدود ما بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية. هذه هي كانت نقطة الخلاف الأساسية ما بين ماي والبرلمان. إذن ماذا يتعلل البرلمان؟ جونسون تقدم تقدم بأكثر من فكرة للانتخابات مبكرة الشهر الماضي، وكوربن ظل ينادي بانتخابات مبكرة الثلاثة أو الأربع أشهر الماضية، ولذلك رفض كوربن الانتخابات المبكرة التي أتت له على طبق من فضة. صحيح. المعارضة لا أحد يعلم ولا أحد يستكشف ما بنوايا المعارضة، مع العلم أن كوربن والمعارضة حتى هذه اللحظة لم يقدموا خطة واحدة تعاود خطة تريزا ماي. جونسون مجبر على انتخابات مبكرة، لأن الانتخابات المبكرة إن لم يدعو إليها بوريس جونسون بعد الإخفاقات الكثيرة له من الممكن أن يتقدم باستقالته جبرا. صحيح. أو إن لم يتقدم باستقالته فيحق للملكة أن تقيل جونسون خلال الفترة القادمة. فالانتخابات المبكرة هي الحالة الوحيدة التي قد تنقذ البلاد وقد تنقذ الاتحاد الأوروبي من الخروج غير منظم. أدعوك للبقاء معي الأستاذ خالد مصطفى، وأتحول إلى الأستاذ بهاء محمود معي هاتفيا، الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ بهاء بعد التحية، هل تتفق مع ما خلص إليه ضيفي عبر سكايب الأستاذ خالد مصطفى أن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها بوريس جونسون هي الفرصة الوحيدة لإنقاذ بريطانيا وإنقاذ يعني الشارع البريطاني من الدخول في دوامات أخرى سياسية فيما يتعلق بالبريكزيت؟
مبدئيا تحية طيبة لشخصك ولزميلي الفاضل، لكني اختلف تماما مع كل ما تم طرحه من السيد خالد مصطفى. مبدئيا الشعب عندما صوت في 2016 لم يصوت على شكل الخروج. ثانيا الشعب عندما صوت على الخروج عموما لم تكن كل هذه الحقائق واضحة امامه. صوروا له في 2019 ان الجنة موجودة حياة للخروج، ثم ثبت ان هناك جحيم ينتظر بريطانيا، وبالتالي الشعب خديع. رقم ثانيا وده الاهم، ان ما قيل له من قاده خاصه بين جونسون ثبت كذبه. يعني عندما قالوا له ان بريطانيا تدفع 350 مليون استرليني كل اسبوع، هذا محض كذب وافتراء، والعالم اجمع يعرف ماذا كذب جونسون. وبالتالي عندما يكون القاده كاذبين لا يعول عليهم انهم فقط خدعوا الشعب، بل ايضا هم من يستحقوا ما هم الان. يعني هذا جزء. الجزء الثاني مسألة إن البرلمان معوق، بالعكس البرلمان ليس معوق، البرلمان يمارس الديمقراطية حقيقية. عندما تكون أنت ترى أن الحكومة ليس لديها برنامج حقيقي منذ أكثر من 3 سنوات، والحكومة تتحاول تخادع كل مرة، لدرجة إن الحكومة نفسها سواء كانت بقيادة تريزا مي أو جونسون دائما تلاعب بالنصوص وتخفي الأوراق. حتى الآن لم يكن الشعب في أثناء تريزا مي يعلم ما هي الخطة الحقيقية، لدرجة أن تريزا مي كانت تذهب بالوزراء في أحد المزارع أو في أي مكان دون أن تعلم البرلمان. عندما انتصرت المحكمة العليا للديمقراطية وقال أنه لا يجب أن تتم بريكس بدون موافقة البرلمان، ده قمة الديمقراطية، حتى لا تنفرد حكومة معينة بالتفاصيل مستقبل البلد. تمام. مسألة أخرى، مسألة إن المعارضة تقدم، المعارضة قدمت، لكن الكل الآن يرى أن جونسون يتلاعب بالمسألة عندما يرسل خطابين لبروكسل، الأول غير موقع والثاني موقع. الأول موقع يقول فيه أنه يريد تمديد، ثم خطاب آخر مرفق لا يريد فيه التمديد. هذا يعني هذا هراء. كيف لهذا الرجل أن يفعل ذلك؟ صحيح. مسألة أنه لماذا المعارضة ترفض؟ المعارضة لا ترفض الانتخابات، لكن تريد أن تطمئن أنه لا بريكس بدون اتفاق ثم توافق. طب. المدة الحقيقية حتى يتم ذلك هو نهاية الشهر الحالي. تمام. لأن جونسون يعلم أنه باستطاعته الآن يدعو الانتخابات ثم يخرج من الاتحاد الأوروبي، وذلك يكون كسب مرحلتين، كسب فترة جديدة في حكمه ووضع أقدامه، ومن ناحية أخرى خدع الجميع وخرج ببريطانيا بدون اتفاق. هذا بالنسبة أستاذ بهاء، يعني هذه النظرة التحليلية للداخل الخاص بمجلس النواب أو المجلس العموم البريطاني. لكن إذا أردنا أن نتحدث معك وسريعا لو تفضلت عن الموقف الاتحاد الأوروبي، موقف القادة الأوروبيين، يعني اليوم أرجى الاتحاد الأوروبي إصدار القرار النهائي بشأن تأجيل خروج بريطانيا إلى الأسبوع المقبل. كيف تقرأ المواقف الأوروبية؟ فرنسا تريد مدة قصيرة مشروطة، أيرلندا يعني تدعو إلى 31 من يناير المقبل 2020. كيف تقرأ المواقف الأوروبية المتبينة في هذا الإطار تحديدا؟ يقرأ على 3 مراحل. المرحلة الأولى أن هناك تشدد من الجانب الفرنسي حيال أي شيء يخص بريطانيا، وهذا للمسألة التاريخية الخاصة بالتنافس على قيادة أوروبا، والمسألة التاريخية الأعمق ما بين التنافس العالمي مع بريطانيا، والذي كان يعني واضح من ايام شارل ديغول عندما رفض شارل ديغول دخول بريطانيا للاتحاد الاوروبي. ده من جانب. من جانب اخر، الجزء الخاص بايرلندا، ايرلندا دائما ما لديها حساسيه تجاه ايرلندا الشماليه. صحيح. فهي تعلم جيدا ان اي اتفاق يسبب توتر ليس من صالحها، وانه الازمه ليست فقط في مساله ان هناك 71 الف عامل تتعرض او فرصه عمل تتعرض للخطر، لكن هناك امن البلاد يتعرض للخطر، وبالتالي موقف ايرلندا الى حد ما لن يتسم بمرونه نسبيه. الموقف الثالث داخل الاتحاد الاوروبي موقف المانيا. المانيا مع وجود بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي، لكن المانيا ملت من كثرة مماطله بريطانيا، وملت ايضا من عدم وجود رؤيه شامله تضم ما تريده بريطانيا. على مستوى مؤسسه الاتحاد الاوروبي، الاتحاد تنازل في مساله انه لن يعدل من اتفاق مي، وجلس مع جونسون وعدل الاتفاق، لكن هذا الاتفاق من وجهه نظر بريطانيا عموما لم يرضيها، وبالتالي الاتحاد الاوروبي يفعل في حدود ما يتاح على امن باقي الاتحاد، انه تنازل لبريطانيا اكثر من ذلك فستكون بداية حقيقية لانهيار الاتحاد الاوروبي. كذلك ما الذي يجعل الاتحاد الاوروبي يعطي كل شيء لبريطانيا ثم تخرج؟ تمام. يعني بريطانيا
أعطي لها كل شيء ثم قررت الانفصال في 2016. يعني تتباين المواقف كما أوضحت حضرتك ما بين الموقف الألماني والفرنسي المتشدد والموقف الأيرلندي وغيرها من المواقف الأوروبية للقادة الأوروبيين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. وأعود مرة أخرى إلى ضيفي من العاصمة البريطانية لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد مصطفى. يعني في أقل من دقيقة أو دقيقتين أستاذ خالد، ما المتوقع السيناريو المتوقع خلال الأيام المقبلة أو جلسة المقبلة من الاتحاد الأوروبي التي سوف تنظر في قرار تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما الذي تتوقعه؟ لا 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 حضرتك، هي مش ماذا أتوقع، ودقيقة أو دقيقتين ليست كافية. دعني فقط أرد على ضيفك الكريم الذي يتحدث من مكتبه بجريدة الأهرام، فهو ليس في الملعب، نحن في الملعب هنا. هو تحدث أن المعارضة لا ترفض الانتخابات وقدمت خطط بديلة. إذن هي الخطط البديلة التي قدمتها المعارضة ده رقم واحد. المعارضة لم تقدم خطط بديلة نهائي، وإذا كانت المعارضة قدمت خطط بديلة اتصل بضيفك الكريم ويوثق ما هي الخطط البديلة، ده رقم واحد. رقم اثنين، بريطانيا تخسر رسميا 150 مليون جنيه استرليني في اليوم، وليس 350 في الأسبوع كما يدعي أو كما قال جونسون دون علم. بريطانيا حريصة جدا على عدم وجود حدود ما بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا الجنوبية. بريطانيا عازمة على البقاء داخل الكيان البريطاني وعودة السياسة والحياة الاجتماعية ومختلف الحياة بالنسبة للبريطانيين، لأن البريطانيين ملوا من موضوع البريكزيت وساموا من موضوع البريكزيت ويريدون أن يخرجوا بأي ثمن. بالإضافة الموقف الفرنسي والموقف الألماني كما تحدث هو غير ملائم تماما، لأن الموقف الفرنسي والموقف البريطاني كان متشددين، ولكن صحيح. تم انعدالهما بعد أن خطبت الملكة خطاب العرس وقالت في عبارة محددة إن البريكزيت أصبح هو التوجه العام للبريطانيين. عند هذه النقطة أدركت فرنسا وألمانيا أن بريطانيا خارجة من الاتحاد الأوروبي لا محالة. الخروج من الاتحاد الأوروبي هو نجاة للبريطانيين وهو وفاء كلينيكية للاتحاد الأوروبي إن أجلا أو عاجلا. لذلك أوروبا تعنتت خلال الفترات الماضية. وصلت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ خالد مصطفى المحلل والكاتب السياسي، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن. وشكر موصول بالطبع لضيفنا من القاهرة الأستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. كل الشكر والتحية لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.